جاتني شكوى أخرى من مجموعة اسمها Better Life، يعني الحياة الأفضل. استأجروا قاعات من قاعات الكنائس، وحتى قيل إنهم استأجروا القاعة اللي هنا في الأمبرويس وبينشروا فيها مبادئ بروتستانتية وألحان بروتستانتية، وياخدوا الموجودين يدوهم ورق ويكتبوا أسماءهم وعناوينهم عشان ياخدوهم ويودوهم في كنائس أخرى. طبعا إن كانت الكنيسة رحبت بيهم وأعطتهم مكان، مش أصول إنهم يستغلوا هذا الأمر عشان ياخدوا الشبان ويودوهم كنائس أخرى، الوضع مش سليم. ولذلك على كل الكنائس التي لها قاعات إنها لا تؤجرها لغير الكنائس القبطية الأرثوذكسية ما داموا بيستغلوا هذا الأمر استغلالا رديئا. يبقى اللي عايزين يأجروا قاعة لازم يجيبوا توصية من القسيس أو الأسقف علشان يأجروا لهم القاعة. ما كناش ودول بيخشوا على أنهم أرثوذكس وهم مش أرثوذكس. جاتني شكوى من أسقفية الشباب، وجاتني شكوى أيضا من بعض الذين حضروا تلك الاجتماعات، أرجو أنهم ما يعملوهاش تاني. وهنبعت جوابات رسمية للقاعات الموجودة في الكنائس أنها لا تؤجر لأشخاص يعني يغيروا عقيدة الآخرين ويجذبوهم إلى كنائسهم. مفروض أنهم يحفظوا جميل الناس اللي أجروهم القاعة.